رح نتابع اليوم عالمنا الصباحي من خلال استضافة السيدة رندا خطار من مؤسسي جمعية كذا. صباح الخير. بونجور. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. هالجمعية اللي صار لنا فترة هيك عم نتابع نشاطات عديدة لا رح نحكي اليوم عن نشاط رح بيصير من خلال معرض بيئي كمان وفني وإلى آخره، بس بالأول بدي شوي نرجع نتعرف على هالجمعية ونشوف نحن وياكي هالنشاطات العديدة يلي هيك بعدكم عم بتقوموا فيها وتتابعوها. أول شيء بحب أقول لكل اللبنانيين وللعالم حتى كل فصحوا هن بخير ولبنان بخير. ثاني شيء بحب أقول لك إنه أنا باعتقادي حلو الواحد يترك أثر طيب بهالمشوار اللي عم نعمله بهالحياة، دونك من هالمنطلق عم بشتغل. الأثر الطيب هو كل عمل خير، كل عمل اجتماعي فينا نقوم فيه، وهيدا بعتبره إرث معنوي بدهم يجوا من بعدنا ولأولادنا. بقى بتمنى انه كل النشاطات اللي عم نعملها وكل النشاطات اللي عم تصير بالبلد حتى يكون في تجاوب من الناس معها، وهيدا يعني طريقه لحتى نشارك ونساعد. بحب اقول لك انه هيدا النشاط هو الرابع لجمعيه كذا، هو نشاط بيئي فني بيجمع البيئه والفن لحتى نقول انه منه موضوع ناشف وجاف وعلمي فقط، هو موضوع حلو كثير صغار وكبار فينا نشارك فيه. ليش حتى اخترتوا هالناحيه هيدي بالتحديد؟ هيدي الناحيه اصلا نحن كل مره عم نشتغل على موضوع حاجه ماسه بالمجتمع اللبناني، حسينا انه عن طريق عملنا بموضوع تدوير المواد بطريقه فنيه يلي بنسميه اب سايكلينج فينا نكون عم نساهم بافاده المجتمع. هي فكره من زمان كثير راودتني من اول تقريبا ما اسست جمعيه كذا، انه يكون العمل اجتماعي بيئي فني، لانه نحن بنعتمد على كل شيء له علاقه بالثقافه والفن. وهيدا هو اللي دافع اللي خلينا نشتغل، وانا حبيت يكون في مشاركه من الجامعات بلبنان، من شبابنا، من المعاهد، من المدارس، وحتى من الفنانين المنفردين يلي هن مساهمين ومشاركين بهيدا المعرض. عدد الفنانين فيني اقول لك مع هيك فرح كبير 77 فنان. برافو. عم يتفاعلوا قدام العالم نهار الجمعه والسبت والاحد 25 26 و27 ابريل نيسان بالحديقه العامه بجبال، والراعي هو بلدية جبال الكريمة يلي عم بتساهم معنا بهالعمل البيئي. وفي عنا افتتاح أول نهار الأوبنينج هو مع الوزير محمد المشنوق يلي هو وزير البيئة ويلي بيرعى كل عمل بيئي فني، وبدعي الكل يشاركوا لأنه هيدا إيفينمون فري أوف تشارج، يعني الدخول مجاني مجاناً لكل الناس، وهو بيجمع بين قلت لك الفن والبيئة. رح نحكي يعني بشكل مفصل أكثر يلي رح يفوت شو رح بيلاقي هونيك، هل الأولاد قادرين يعني يشاركوا أو هو مجرد معرض رح بيكون موجود؟ كيف التفاعل مع هالفنانين الكتار رح بيكونوا؟ بتصور إنه هي من يمكن المعارض اللي بتصير لأول مرة بلبنان. المعرض هو منقسم لقسمين، من الثلاثة للسبعة في لايف اكزيبيشن، الفنانين عم يتفاعلوا قدام العالم، عم بيحولوا المواد المستهلكة إلى مواد فنية، معقول تكون بيرمون ارتستيك، معقول تكون فونكسيونيل عملية. هن تقريبا 25 ستاند، بكل ستاند في ممثلي جامعة من الطلاب أو ممثلي معهد أو فنانين منفردين. المنظر كتير حلو، وهو تقريبا لنعلم العالم كيف النفايات يلي بين إيدينا فيها تتحول لمواد مفيدة للطبيعة ولإلنا، وما نلوث الطبيعة أو ميمتا. مظبوط يعني ولا عم بيطلع اشياء حلوه. مظبوط. هيدا مثلا سلم قديم كثير اعيد استعماله بطريقه صار مفيد وجميل، يعني مش بس مفيد. هلا اكيد طريقه وكيف واحد يقدر يعني يستعمل ويشغل مخيلته كمان هيدا بدها اكيد بده يكون فنان شوي بطبعه وبيحب الكرياتيفيتي وعنده شويه موهبه، وحتى بس يشوف هالاشياء بصير عنده الافكار، تخلق الافكار عنده. بقى مشان هيك نحن بأول يوم في عنا كمان من السبعة للعشرة انترتينمنت يلي بيجمع فنانين رح يكونوا عم بيشاركوا بهيدا المعرض، ورح يكون كمان في مشاركة من ناس عندهم مؤسسات بتهتم بالأعمال البيئية الفنية.
بذكر منهم مسيو زياد ابي شاكر يلي عنده سيدر انفايرمنتال يلي هو رح يشارك نهار الاحد، بذكر منهم كمان اللايونز يلي بدهم يشاركوا باول يوم مع الكوميتي انفيرونمونتال، واضافه الى هيك في مداخلات من طلاب الجامعات بيحكونا شو عم يعملوا لايف قدام العالم. هيدي مهمة جدا انه يكون الطلاب يعني واحد يلقط الشغلة مثل ما بيقولوا على بكير مزبوط. ويقدر يعطيهم كل هالامور. بدي ارجع شوي انا على الجمعية ككل، يعني نحن هيدا النشاط ذكرت انه هو الرابع عم بيكون. الجمعية ونشاطاتها على مدى السنين كيف حتى قلعت وشو كان يعني الهدف الاساسي وكيف كانت النشاطات بالسنوات السابقة؟ بقدر اقول لك انه من اول ما اسسنا الجمعيه اللي دعمنا واللي كان حدنا هن كل حدا طامح ليترك اثر طيب على هالارض مثل ما سبق وقلت لك. وانا لفكره الجمعيه اجت لما كنت انا بالمجال العمل الجامعي، لانه انا كمان بالمجال التربوي حبيت انه يكون اعضاء الجمعيه ناس عم يتفاعلوا مع بعضهم ليقدروا يعطوا شيء مهم. وانا شخصيا باعتباري عندي كان رغبه كتير كبيرة انه اترك بعد هالمشوار يلي بعتبره قصير مشوار الدنيا، اترك اثر طيب واترك مثل ارث هيك يذكر الناس باهمية الاشخاص اللي بيمرقوا بحياتنا يكونوا مثل انطلاقة صغيرة لاعمال لإلنا، لانه كلنا بنقدر نعطي، بعتبر كل العالم فيها تعطي، ما في لازم حدا يتكل على التاني انه لا انا ما بقدر اعمل غيري بيعمل، انا بقول كل حدا بيريد بيقدر يوصل، وبالنية الطيبة وبالايمان رسالتنا على الأرض فينا نوصل لكل الأعمال المهمة. بالسنوات السابقة كيف كانت النشاطات الموزعة؟ كان عندنا نشاطات موزعة، كمان هديك السنة عملنا بالصيف عمل كتير مهم ببلونة اسمه كذا شوكس اكزيبيشن 1، وكمان كنا بالمستقبل مستضافين لنحكي عنه، كان عمل فني كمان شارك فيه 5 أنماط فنية. كان عندنا كمان بجامعة الانديو كان عندنا نشاط بيتعلق بشيء له علاقة بالسكسس، وكان عندنا كمان نشاط بجوني، وهلا هيدا النشاط بتصور الابرز يلي بعتبر انه رح يتوج اللي قبل ورح يكون انطلاقه للنشاطات الجايه. رح يكون انطلاقه ويتوج لانه في يعني بعدين بختام المعرض مثل ما عرفت رح بيكون في لجنه ورح بيكون في اختيار لافضل الاعمال اللي انعملت على اي اساس ومين اللجنه. مزبوط. بحب اقول لك بس البروجرام اللي بيتضمن بروجرامنا الفني قبل ما نحكي عن هذا الموضوع، عندنا الجمعه مثلا بيركشن باند يلي هي بتعتمد على وسائل بدائيه عم تطلع موسيقى منها، وبحيي سيكوندو بلوكو يلي هي عم بتشارك معنا مع مسيو نسيب خوري. عندنا بعدين كحدا حيساهم بالترفيه الفنانه مايا شديد يلي رح تكون عم بتغني بالساعه 8:30. عندنا نهار السبت ديو جيتار مع شادي عزوري وداني فارس، وعندنا كمان شيء كتير حلو هو ساكسوفون مع كميل صفير. هيدا لقلك في التنوع مش بس انه معرض عادي. وعندنا نهار الاحد وائل جابر يلي بيمثل راديكال فتنس تيم يلي عم بيقدموا كمان عمل كتير مهضوم قدام العالم وبيدعوهم ليشاركوا معهم. وبنختتم مع الفنان جورجي مانوكيان يلي بده يحيي اخر نهار. هلا بخلال هالثلاث ايام عندنا يومين مميزين يلي هن سبت واحد، فيهم معرض ومشغل للاطفال، بنعلم الاولاد من عمر 3 سنين لعمر 12 سنه كيف يحولوا المواد اللي بين ايديهم لمواد فنيه. المشغل هو مع الفنانتين شانتال غريب ورولا شريم يلي هن فنانات معروفات وكانوا بلندن اخر شيء عندهم معرض فني. وعندنا حتى جون اسبوار بسميها انطونيلا توما طفله موهوبه رح تشارك هي بمساعده الاطفال. وعندنا معرض للكبار يلي بيدرب حتى الببليك من الصغيرين مين بحب يشارك بخلق عمل فني، ورح يكون باداره كمان ناس من كذا نهال كرام وكمان توما جون اسبوار، ورح يكون كمان بنهايته في 5 اعمال فنيه عم بيكونوا بالطومبولا للجمهور.
الجمهور فور فري، بيكفي انه نسجل اسمنا على المدخل لحتى يصير عندنا امل نحصل على عمل من هالخمس اعمال. بحيي كمان المخرج جورج بو عبدو يلي هو عم بيساهم بتصوير كل المهرجان وكمان عم بيساهم بكل الاعمال الفنيه اللي عم بتصير. بحب اشكر حتى ما انسى، ما بحب انسى حدا. هلا اذا نسينا ما حدا بيعتب، معلش انه كثار على ما يبدو حتى تقدروا تطلعوا بهالثلاث ايام الحلوين. والدعوة أكيد موجهة للجميع، كل يلي حابب يتوجه من كل لبنان، يعني مش بالضروري دعوة قريب. بحب أقول لك آخر شيء، الجوري يلي مؤلف من أعضاء بحييهم هلا وبقول لهم ميرسي بوكو على حضورهم، مسيو أنطوان بلابان، مسيو نبيل حلو. مسيو أنطوان بلابان معروف كممثل وسكولتور، مسيو نبيل حلو كمان بالمجال الفني وسكولتور، نهال كرم يلي هي ارت دايركتور، وفي عنا ممثل عن البلديه، وعنا كمان مسيو مارك بيروتي يلي كمان بالنطاق الفني البيئي والزراعي بلوتو. نهال كرم بتمثل جمعيه كذا. رح يكون الجوري عم بيمرق على المشتركين، ورح يكون التقييم في خمسة كاتيجوري لهم جوائز. وبقدر أقول أنه حتى الماء له هالجائزة رح يكون له جائزة كبيرة، لأنه كله حيشارك بتوجيه رسالة بيئية فنية ديركت من الجامعات إلى الطلاب إلى كل المشاركين. يعطيكم ألف عافية، يعني بروجرام بعرف طويل ثلاثة أيام، وأكيد لك زمان عم تشتغلي عليه لحتى تقدري تجمعي كل هالأشخاص، والأحلى من هيك أنه ناس رح تقدر تكون موجودة وتقدر يعني تستفيد من كل يلي عم بيتقدم لها. مرسي لأنك موجودة معنا. آخر كلمة فيني أقول، أنا بشكر السبونسر يلي ساندونا واللي كانوا كتير متجاوبين، بشكر سوكلين بشكل خاص، بشكر إديسانس، بشكر أركانسيال، بشكر بيولاند يلي عم بتقدم الأكل للأورغانيزر وللفنانين عم مدة ثلاثة أيام، وشيف جو بارزا كمان. بشكر كمان مقام يلي هو معرض فني بجبال، وبشكر أركانسيال يلي بحييها وبقلها ميرسي على كل اللي عم تعمله، هي اللي عم تمولنا بكل الأشياء، المواد التالفي كذلك الأمر سوكلين. وميرسي لكم، اهلا وسهلا فيك، يعطيك الف عافيه، ان شاء الله بتضلكم بهالهمه. رح ناخذ بريك صغير كمان مره، خليكم معنا حتى نتابع.